اهلا بيكم في حلقه جديده من عمايل ايديا. زي ما تعودنا وصفاتنا حلوه قوي. هعمل معاكم النهارده مكرونه بالخضروات، لذيذه وسهله وسريعه، وهنعمل كمان مشروب او عصير البطيخ بطريقه حلوه قوي. تعالوا نشوف ايه هي مقادير اول وصفه معايا. مكرونه لذيذه سريعه خفيفه بالخضروات. عندي هنا المكرونه هتكون مكرونه الحلزونه مسلوقه، عندنا كريمه نشا ولبن وتوم، فلفل الوان متقطع صغير، عندي كمان الصلصه البقدونس والكرفس، عندنا الجزر المبشور والبصل والجبنه البارميجان. تعالوا نشوف كده اول حاجه هنعملها ايه. اول حاجه هعملها هحط شويه زيت. انتوا عارفين انا بحب الاكل يكون طعمه حلو ومتحبش. هنزل الكرفس بتاعي مع التوم وهسيبهم كده لحد ما ايه النار تسخن. هحط فلفل وملح وهقلبهم مع بعض ويتشوحوا تشويحة حلوة كده. يا سلام يا سلام، عايزة اقول لكم الريحة قد ايه حلوة وجميلة. هجيب اللبن بتاعي وهنزل كده، هنقلب، والكريمة هحط كريمة قليل مش كتير، حوالي كوباية واحدة بس اهو، وهجيب النشا بتاعي وهدوبه دي كده حوالي معلقة كبيرة مع اللبن وهنقلب كده. أنا أول حاجة عملتها حطيت شوية زيت، كرفس وتوم، ملح وفلفل، وبعدين نزلت اللبن، نزلت الكريمة، وبدوب معاكم دلوقتي النشا في شوية لبن شايفين اللذاذة اهو. هنزل بيهم على الصوص ونقلب كويس ونسيبه. تمام، تعالوا بقى هنا هحط شوية من الزيت وهجيب البصل ونستنى انه ايه يكون سخن الطاسة او الحلة بتاعتي او الووك. وهنا انا بقلب الصوص بتاعنا الجميل تقليبة خفيفة بس ايه لحد ما القوام بتاعه يكون متماسك واوصل للقوام اللي انا عايزاه. اوكي اهو، شوفوا 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 الجمال والحلاوة. هنشوف اول ما يبدا الايه البصل يسخن معايا في الزيت اهو، بدا يسخن شويه، وهنا عندي الصوص اهو زي ما احنا شايفين برضو بيسخن. هحطه بقى هنا على العين كده واسيبه يتقل بالراحه، مش عايزاه يكلكع لحد ما ايه اساوي الخضار بتاعي. يلا شايفين كده، هجيب هنا الجزر كله بيتشوح مع بعض، وهنزل بالفلفل الالوان وصفة ألوانها كلها جميلة جدا ممتعة، ياخدوا تشويحة حلوة شايفين
هحط معاها رشة من الفلفل الأسود ورشة من الملح مش كتير علشان أنا متبلة أو مزبطة طعم الصوص بتاعي الأبيض. أهو تعالوا نشوف، بصوا بقى الصوص بدأ يتقل، نقلب كويس. يا سلام يا سلام، وهو بيتقل هنزل بالجبنة الفارميجن. لو الجبنة الفارميجن مش متوفرة جبنة رومي مبشورة. أهو ونقلب، بصوا بقى بدأ ياخد السماكة اللي احنا عايزينها. وعندي هنا بصوا الخضار وتشويحته الجميلة، وهنزل بالإيه بالصلصة، معلقة كبيرة من الصلصة بس كده، ونقلب تقليبة حلوة. أنا كده بخلق بينك صوص لذيذ سهل وسريع ومختلف، وده اللي احنا عايزين دايما نعمله، حاجة تكون حلوة ومختلفة. يلا بينا كده. الله الله الله، اهو بعد ما شوحتها وعندي هنا بصوا الصوص اخد الايه التقل اللي احنا عايزينه، هنزل بالخضار بتاعي اللي احنا مشوحينه، شويه زيت والخضار ملح وفلفل، وبعدين حطيت معلقه الايه الصلصه، هنزل بقى كده عليه مع الصوص الابيض اللذيذ ده. والصوص الابيض زي ما اتفقنا حطينا في الاخر الجبنه البارميجن اللي ممكن نبدلها. بصوا بقى هيبدا ياخد لون البينك، شوفوا اهو بينك صوص باستا بالخضار، لذيذه جدا، والجبنه حاجه مش عايزه اقول لكم الجمال. اهو يلا بينا ننزل بقى الباستا. تعالوا نطلع الفاصل نقلبها تاخد كده ايه غلوة واحدة بس معاها، ونقدمها ونرجع لكم ويكون معانا مشروب بطيخ لذيذ مختلف. استنوني. ورجعنا لكم بعد الفاصل، تعالوا نشوف مكرونة بالخضروات مع البينك صوص، لذيذة سهلة بس طعمها هيعجبكم جدا. تعالوا نشوف دلوقتي هنعمل مع بعض عصير بطيخ بطريقه سهله ولذيذه بس حلوه قوي ومنعشه. ايه هي مقاديري؟ عندي البطيخ هقطعه مكعبات او اي تقطيعه يعني مش مشكله، بس عشان ايه يبقى الشكل لذيذ. عندي الزبادي، زبادي الفراوله، سكر والتلج. تعالوا نشوف اول حاجه هعملها. طبعا هي من العصاير اللذيذه جدا السهله السريعه بس طعمه بيكون مختلف وجديد. تعالوا نشوف، كمان صحي جدا. بالراحة بقى كده ننزل، تعالوا بقى ايه ننزله كده معاكم. ايوه حلو قوي كده، هننزل مع بعض. والسكر انا مش هسكره قوي لان الزبادي بيكون اوريدي طعمه حلو، والبطيخ طبعا بيكون جميل. تعالوا بقى نحط الايه التلج ونتلجه ونخليه منعش وجميل. يا سلام يا سلام. على الجمال. يلا شوفوا حلاوة العصير والطعم الجميل ومتلج وحلو جدا كده. وطبعا انا دايما بحب اعمل حركة الايه المكعبات كده
لما تتحط معاه بتبقى حكاية كده. ونحط معاه الشاليموهات. وبألف هنا عليكو. عملنا مع بعض النهاردة، تعالوا نشوف أول وصفة كانت المكرونة. عملنا مكرونة بطريقة لذيذة جدا مع الخضروات، مختلفة لذيذة وحلوة قوي. وعملنا كمان مشروب البطيخ بطريقة مختلفة، سموذي وسائع ولذيذ جدا، وفي نفس الوقت برضو خفيف مش تقيل. عايزاكم تجربوا الوصفات، ابعتولي دايما على صفحة البرنامج عمايل ايديا على فيسبوك، سي بي سي سفرة على انستجرام، واستنوني في حلقة جديدة من عمايل ايديا.